سعدك الله. آمين. احنا معنا اتصال من اول من الاخت ام انور، وهي ام لبعض الايتام المستفيدين من جمعيه رؤوم برفحه. السلام عليكم ام انور. يا هلا حياك الله. عليكم السلام، شلونك؟ الله يعافيك. طيبه؟ الله يسعدك، جزاك الجنه خير. اول شيء نعتذر تاخرنا عليك شوي. لا والله عادي. الله يبارك فيك ام انور. ودنا يعني تذكرينا ببعض الخدمات اللي قدمتها لك الجمعيه. والله ما ادري وش اقول وش اخلي للجمعيه من خدمات، تبارك الرحمن. يعجز الكلام عن رؤوم وعن جمعيه رؤوم. انا اعتبرها الام الحاضنه الايتامه، او الام اللي يعني تناظر البناء وتسخر لها. ما قصرت كل شيء رؤوم ما شاء الله. يكفي من تسديد فواتير كهرب، يكفي من مياه تحليه مياه، وش يكفي يوم ازمه كورونا تبارك الرحمن، حتى الفواتير المفوترة، الباقات المدفوعة لنا الأيتامنا، وأشياء كثيرة الله يجزاهم الجنة. يا سلام، تستاهلون الله يعافيك. طيب أعطيني مدى رضاك عن الجمعية من خلال الخدمات اللي تقدمها. والله رضاي عن الجمعية يعني لو بقول لك رضا تام وشكر تام، يعجز الشكر واللسان عن شكرهم. ما أدري وش أقول لك، بس الله يبارك لهم جهودهم وأعمالهم وعافيتهم يا رب العالمين. وصول الخدمات لك فيها صعوبة ولا إن شاء الله بالأمور متيسرة وسهلة؟ لا والله، لا والله ما هي صعوبة، لا والله بالعكس سلسة جدا وميسرة، ويعني وسرية تامة. ومحتضنتنا رؤوم تبارك الرحمن، جمعية محتضنتنا بكافة الخدمات وكافة الوسائل. السؤال كذا قبل الأخير، أعطينا كذا أمنية تتمنى أنها تتحقق. والله يا أستاذ الكريم، شوف الأمنيات كثيرة، سواء لي او لبناتي او عيالي او اي من ثم من رؤوم، فلي اتمنى ان شاء الله من فاعلين الخير او من اللي واقفين على الوقف انهم يتبرعون باللو القليل، يعني يساعد برفع امنيتي انا ولا امنيه بنتي ولا امنيه ولدي، لاننا ان شاء الله انهم فاعلين خير، وان شاء الله انهم يفعلون الخير لي ولجميع الايتام. سلام. جميل جميل. طيب رسالتك الأخيرة لكل من الآن يسمعك من أخواني وأخوات اللي يشاهدونك في دعم وقف اليتيم بمكة، اللي من خلاله بإذن الله تتحقق كل الأمنيات. رسالتي الأخيرة وكلمتي لوجه الفاعل الخير، ادعموا لو بالقليل، هي التجارة الرابحة مع الله، لأنكم لو تقدمون شيء قليل إن شاء الله أنكم تحطونه ببنك عند رب العالمين، ما تدرون لو تدخلون بخلاله جنات عرضها السماوات والأرض. لكم منا نصيب، ولنا احنا يا امهات الايتام والارامل نصيب منا، فتفرعك ب 1500 بني سجود عليه نفسك، تعتبر شيء قليل، بالعكس يدعم ويريع الايتام شيء كثير، يساهم بامنيه من تحقيق امنيه من بنت ولا من ولد، طموح شاب طموح بهالجمعيه اللي قاعده ترعاها. الله يرضى عنك يا ام انوار، شكرا لك على هالمداخله الطيبه، ونقلتي لنا الصورة الحقيقية اللي أنت قاعد تعيشينها مع هذه الجمعية المباركة. والله يا أستاذ الكريم بعد إذنك، والله إني لو بتكلم رؤوم أو بسولف رؤوم يعجز لساني عنه، بس إني وش أقول؟ أقول شكرا، شكرا من كل قلبي للقائمين، من مديرة وطران سمياط إلى أصغر موظفة. يستاهلون الشكر. ما تعتبر جمعية، رؤوم تعتبر الأم الحنونة اللي ضافت مثل الحمامة اللي طوقت لأطفاله، رؤوم أنا أعتبرها كذا. فالله يبارك لهم جهودهم، يبارك لهم. آمين. لأنهم يتعبون معنا، ولا حسونا أننا أرامل، ولا حسوا عيالنا أنهم أيتام، يعني مراعين هالجانب كذا، ناظرين لهم نظرة، ما ينظرون لهم نظرة شفقة، بالعكس يعطون من قلبهم، يعطون من تعبهم ومن جهدهم، فالله يبارك لهم إن شاء الله. آمين. يستاهلون الشكر، ونشكرك أنت كذلك أم أنور على هالمداخلة الطيبة. شكرا لك. الله يسعدك. الله يسعدك. في أمان الله. الله يحفظك.